مشاهدينا الكرام متابعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ضربوه وتعدوا عليه هو والعائلة ديالو. اليوم هاد السيد غيحكي لنا الحكاية ديالو من الأول حتى الآخر. السلام عليكم. وعليكم السلام. قولي يا خويا. السلام عليكم. عليكم السلام. أختي المغاربة، كنرحب بكم في هذا الفيديو، بارطاجوه معايا، الله يجازيكم بخير. شنو المشكل اللي عندك السيد؟ أنا كنتعرض لواحد الاعتداء لمدة سنة، ملي دخلت 2021 من شهر واحد وانا كنتعرض للاعتداءات مع هاد الناس. تعدوا عليا النوبة الأولى، النوبة الثانية، النوبة الثالثة، النوبة الرابعة، النوبة الخامسة، وهادو كاع كنسمح اليوم على يد الجيران ديال الزنقة. هانتوما خرجوا وبحثوا الجيران باب باب في الزنقة، وبحثوا ولاد الدرب ودوروا لهاد الزنقة. واخا عاودنا بشوية خويا، واخا غير واحد دقيقة واحد دقيقة، عاودني المشكل. شنو الخلاف الخلاف الأول اللي وقع عليه هذا الاعتداء هذا؟ الاعتداء مخاصم مع خواتاته. شكون هما هادو؟ جيرانكم؟ جيراننا. قال لهم واش كاين، بغيتوني ندير المونتيف؟ هانا غندير المونتيف. علاش هادشي؟ حنا هادشي دابا مع خواتاته. علاش؟ واش بغيتو نضرب معاهم؟ قال لهم واش بغيتو ندير المونتيف؟ انا غندير المونتيف. هو يجيب واحد الجعبة جاي لعندي تيجري، كنشوف السيد هيت عليا الفوق، عرضت يدي، عاوتاني بغى يعاودني عرضت يدي. علاش هادشي؟ حقاش بغيتي بغيتي تفك؟ حيت هو مشى قال لخواتاته انا غندير المونتيف. بنا ليه حنا حيط قصير جالينا، ضربني انا جوج ضربات. علاش ضربك انت؟ باغي يدير المونتيف باش يمشي للحبس. دابا هو قال لهم واش بغيتو ندير المونتيف؟ انا غندير المونتيف. ضربني الضربه الاولى، عاود الثانيه قارديت، صدق ضارب مرتي عند السكر، صدق عاوتاني نازل على بنتي. الا تصابت ناقصه منه شي حاجه انا نتعاقب، انا كنقول شي حاجه وكان نحمل المسؤوليه. جاو لعندي الجيران اللي ساكنين معاهم حتى هما في الدار، وجاو الدراري ولاد الدرب وطلبوني وسمحت. عاوتاني ما كاينش بزاف نفس المشكل تنسمح. الخطره الثالثه جاو ليا المدانه حيوها ليا، هرسوا ليا الشرجم، واحد مشى للحبس وربعة سمحت ليهم. الخطره الرابعه عاوتاني تعدوا عليا وجاو الجيران وكنسمح. الخطره الخامسه كنكتب تنازل، ها هو فينا هو. دابا اليوم تنتعرضوا عاوتاني لحاله اخرى. حنا ناعسين في محالنا، حنا وولادنا مأمنين في اعماق النوم، بنتي عندها تربيه، عندها دابا 8 شهور اللي غتكون عندها، بدات كتبكي ثلاثه وشي حاجه. دابا بنتي شعلت الضو باش تصاوب لبنتها الحليب هو واحد الفيديو هانتوما كاع غتشوفوه. خوتي المغاربه، جانا الشرجم ديال الدار وبدا تيعاير ليا في بنتي، قال لي شعلت الضو، قال لي وما قال فمه. ما غاديش نقدر نوضح انا هادشي اللي ومسجل، هادشي مسجل في التليفون اللي كيقول. وخرجوا علاش قلبوا الضو؟ حيد هذيك حقاش فيها الاسماء، فيها الاسماء. ناضوا الجيران كتبوا واحد الشهاده وعطاوها لي. انا مشيت لعند الكوميسير قلت له علاش ديتي لي ولدي؟ قال لي ولدك غدا راه غادي نطلقوه مع الصباح. كي الله يجازيك بخير يا سعد. جيت دابا ما خلا فينا مي، انا كثر عليا وانا داخل لي وبنتي هنا وولادي معايا رجاله. نقص حليت الباب حيت ولا كيسب فينا مباشره، ماشي مدردين ولا غتحليت الباب. كيسير وليدي تنعس، قال لي الا ما دخلتيش غادي نضربك. قال لي الا ما دخلتيش غنضربك. جا في الوقت وقفت الطوموبيل هي، هما كيشيروا بالكيسان، انا جاني كاع ديال الكاس، درت واحد الشهاده طبيه هي اللي طرحت لي عندي. هاد الشهاده الطبيه طلبتها مني وكيله الملك، مشيت انايا صوبتها وديتها اليوم لاكاس. غادي ما غاديش نلقى الدوسي ديالي كاع، ولدي ما كاينش الدوسي ديالو، بنتي ما كاينش الدوسي ديالها، كانت خواتاتو
هودا والشعيبية ما عندك روح خواتاته بجوج. واحدة ملي شافت كضرب وملي شافت البوليس نزلت وهي طالعة من الباب البوليس كيشوفوا فيها طاحت قدامهم. عيطوا البوليس الاستشارة ديالهم مع المسؤولين جات لابيناس هزوا السيدة بلا مضروبة حاملة داوها للمستشفى. واخا دابا انت اليوم باش كطالب اخويا؟ نعم باش كطالب من سيدنا الله ينصره والله يطول عمره والله يزيد في مداده. وكنطلب من السي الحموشي هاد الناس بغيتهم غير يوقروني كيتهدوا عليا بخوهم ملي غادي يخرج من الحبس اش غادي يعمل لبنتي واش غادي يدير ليها واش غادي يعمل ليها. دابا احنا باقي ما ساليناش دوسي عندي معاهم بعدا واحد الدوسي قبل من هذا طرا غير البارح عندي دوسي النهار ديال هاد التاريخ هذا ها هو ديال هاد التاريخ ولادي ما كاينينش ها هما في المحكمة. واخا الرقم التليفون ديالك اخويا؟ لا تيختي نكمل ندير رقم التليفون حقاش الناس كتسوع على التليفون. 6 65 97 74 49 49 هذا هو الرقم ديال السيد اللي بغى يتواصل معاه غنعاودو 06 65 97 44 49 غنعاود الرقم 06 65 97 44 49. واخا خويا شو طال في المحكمة انا كنسمع هنا الناس كيقولوا اللي بغيتو نشهدو بالحق بالحروف على النقاط. استغربت ولادي في المحكمة خرجت وقفت في الباب بدات يعير فيا خويا الزنقه كلها كتشوف انا تندير القف جنابي ما كنلقى حتى واحد كنعاود ندير فيه كو كان اللي كيعير فيا كندير ما كنلقى حتى شي واحد قرايه درت قلت له واش معايا قال لي معاك ما جا ما نقدرش نوضح واخا دابا انت غير شنو الطلب ديالك شنو بغيتي دابا ما تيخرج جا لعندي كيجري شدو ولا الدرب بغى يضربني بواحد الكروشي يطفي لي على وجهي ما علينا مشيت درت القانون كتبت ديكلاريت جيت بحالي. شنو الطلب ديالك دابا انت اليوم؟ الطلب ديالي وهو بغيت من هاد الناس استقرار. حنا حطينا الرقم ديالك بطبيعة الحال اللي هو 06 65 97 44 وكنتمناو أن السلطات تدخل باش يفكوا هاد الاعتداء اللي كيتعرض له هاد السيد من طرف هاد الناس هادو. مشاهدينا الكرام متابعي قناة شوف تيفي وصلنا إلى نهاية هاد البث المباشر إن شاء الله نلتقي معكم في بث مباشر آخر إلى اللقاء.